هو التصميم الجميل في عالم الكراكو التقليدية المصنوع باليد، في عالم الموضة وآلات النسيج الصناعية بقيت نادي عودة وفية لصنعة الجداد. كراكو المليح يخدموه لا بليبار زمان بالفتلة، الفتلة والمجبود كان زمان، ألوغ المجبود كانوا يديروه باليد ودوك ولا بالماشينة. الكراكو يتميز، هو لوريجينال، يجي بالفولور ويتخدم، كاين بالشعرة، كاين بلو كروفيل، كاين بلو بيرلاج، كاين بليزيو موديل، واللي يتميز فيه القطعة هي قطعة تقليدية جزائرية 100%. هادي لو بيرلاج، كيفاش نقولو، لو بيرلاج تاعها سي هايل. وخدمة اليد واعرة مش كيما خدمة الماشينة، خدمة اليد تجيب إتقان وتطول وتعب، ماشي كيما خدمة الماشينة سهلة تمتم تطلع الحاجة. بألوانه الجميلة وفخامة شكله وجماليته، الكراكو علامة جزائرية مسجلة بامتياز، ونادي عودة مصممة من الجيل الجديد الذي يعمل على الحفاظ على موروثه الأصيل.